بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من شهرين ثلاثه كان الكلام عن محمد صلاح او رياض محرز بطريقه سلبيه، يا لهوي بيفتح عليك ماسوره انتقادات كتيره جدا. بس دلوقتي سبحان مغير الاحوال من حال الى حال، محمد صلاح بقى متخاذل ورياض محرز بقى متخاذل، لمجرد بس ان هم كانوا غير موفقين في مباراه الجزائر والكاميرون بالنسبه لرياض، ومحمد صلاح في مباراتين السنغال. محمد صلاح اللي الناس كلها فجأة نسيت كل تاريخه مع منتخب مصر، الناس كلها نسيت ان محمد صلاح في يوم من الايام كان شايل منتخب مصر على كتفه، في يوم من الايام كان منتخب العب لصلاح، فجأة محمد صلاح ما عملش حاجة لمنتخب مصر، فجأة التقليل من محمد صلاح بدأ يكتر وبدأ يزيد عن حده، وبدأنا نشوف المرحلة اللي احنا فيها ان خلاص يعني في ناس كتيرة بتقولك محمد صلاح بيلعب في ليفربول بس وبيخاف على رجليه وهو جاي منتخب مصر، وطبعا الكلام ده كله عاري من الصحة، والكلام ده كله مستوى محمد صلاح هو اللي بيثبته حاليا في الملعب، والتوهان اللي عليه محمد صلاح هو اللي بيثبته حاليا في الملعب، ان كل الكلام اللي كان بيتقال في ماتش السنغال هو عبارة عن تفاهة وعبارة عن هري مصاطب وكلام قهاوي. الكلام على حوالين ان محمد صلاح متخاذل ده عيب جدا، لان محمد صلاح بالنسبه لي وبالنسبه لناس تانية هيفضل افضل لاعب في تاريخ الكره المصريه، افضل لاعب في تاريخ الكره المصريه. ما عمرناش سمعنا عن لاعب مصري كان بياخد احسن لاعب في افريقيا قبل كده، ابو تريكه كان بترشح بس محمد صلاح قدر ان هو ياخد الجائزه دي مرتين على التوالي. قدرنا نشوف الكلام ده بعينينا، كان بيتحكي لنا من اجيال قديمه ان كابتن محمود الخطيب خدها وتم الاعلان عنها والكلام ده، بس في ناس تانية بتقول لك لا هو ما خدهاش من شفناها بعينينا ان محمد صلاح بياخد احسن لاعب في افريقيا، شفناها بعينينا، وشفنا بعينينا لعيب مصري مرشح لجائزه افضل لاعب في العالم، ودي بتزعل الناس يعني مش عارف ليه، يعني مع ان كل واحد شايف ان ابن بلده احسن لاعب في العالم، انا هفضل شايف ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم السنه دي حتى لو ما ترشحش ليها، لان محمد صلاح بيقدم مواسم خرافيه مع ليفربول، محمد صلاح السنه اللي فاتت شايل ليفربول على كتفه، والله بجد، والناس اللي بتقول لك كتفايه كتفايه كتفايه، دي كانت لقطه مش رياضيه بالنسبه لراموس، بس راموس بالنسبه له في لقطات كتيره جدا غير رياضيه، بس عشان خاطر محمد صلاح للاسف الشديد ما عندوش قاعده جماهيريه تدافع عنه سواء اهلي او زمالك، فمحمد صلاح دايما بيكون عرضه لبعض الجماهير ان هي بتخش تقطع فيه، والجمهور كله نلاقي مره واحده محمد صلاح اتقلب عليه، مع ان محمد صلاح هيفضل دايما فخر المصري وهيفضل دايما فخر فعلا للعرب، لان محمد صلاح اللي بيقدمه مستوى تاني خالص، اللي بيقدمه محمد صلاح حاليا بيوصل للعالميه وبيوصل ان هو بقى بيتكلم ان هو مرشح قوي للكره الذهبيه ومرشح قوي للبلندور. فانا بالنسبه لي لما اطلع على محمد صلاح عشان خاطر ماتشين كان غير موفق فيهم او ماتشين ما جاش فيهم، ده بالنسبه لي هيفضل عبث. اشتكينا كتير وتعشمنا كتير في صلاح، بس مش معنى كده ان احنا نهد محمد صلاح، نهد الجبل بتاعنا علشان خاطر احنا ما وصلناش كاس عالم. احنا من امتى احنا بنوصل كاس عالم؟ حتى محمد صلاح لما وصلنا كاس عالم بعد 28 سنه هو اللي دخل شاط ضربه الجزاء، هو اللي دخل شاط ضربه الجزاء قدام الكونغو، وهو اللي حط الحمل والعبء كله على كتفه وهو اللي سجل ضربه الجزاء. هتقولي ما هو دي ضربه جزاء، هقول لك طب ولو كان ضيعها؟ حطش انت افتراضات للحاجات دي. فالناس اللي بتقول لك محمد صلاح عمل ايه لمنتخب مصر، لما اخذ محمد صلاح موصلني كاس عالم بعد غياب 28 سنه، محمد صلاح موصلني 2 فاينل كاس افريقيا، محمد صلاح هو اللي كان بيشيل الفرقه مع هكتور كوبر وكان بيوصلني اساسا لبطوله افريقيا، محمد صلاح في سنين هكتور كوبر كان هو اللي شايل منتخب مصر على كتفه. فلما تيجي دلوقتي تقول لي محمد صلاح قدم ايه لمنتخب مصر، فواضح انك ما كنتش متابع منتخب مصر اساسا. برضه نفس الكلام موجود على رياض، يعني في ناس كتير بدات تقول لك ايه هو رياض محرز قدم ايه لمنتخب الجزائر؟ يا مفترض انت لسه السلوجان بتحطها في الجون يا رياض لسه محتفظ بيه. والله يعني انت لسه فاكر السلوجان بتاع حفيظ الدراجي في ماتش الجزائر ونيجيريا لما بيقول له حطها في الجون يا رياض. دلوقتي بقى رياض عمل ايه للمنتخب الجزائري؟ ايه الافتراء ده يا صاحبي؟ يعني مش عشان خاطر ما وصلناش كاس عالم نبهدل الدنيا. انا كمصري ما وصلتش كاس عالم في تاريخي غير 3 مرات، مرتين ما وعدتش عنهم ومره واحده وعدت عنها ورحت اتغلبت 3 ماتشات. انت برضو ما وصلت تقريبا 4 مرات، يعني اعتقد الجزائر وصلت 4 مرات. ففكره انك يعني تزعل قوي انك ما وصلتش لكاس العالم وانك تقعد تخبط في رياض، الموضوع مش مستاهل اساسا، لان رياض زعلان اكتر منك هو محمد صلاح، لان رياض عنده 31 سنه، محمد صلاح وصل 30 سنه، لا رياض ولا محمد صلاح هيكونوا موجودين في 2026. والله بجد. فبالنسبه لهم دي مش كسره، دي
حاجه صعبه جدا ان محمد صلاح فجاه مره واحده يبقى بعيد عن كاس العالم، محمد صلاح يبقى بعيد عن كل حاجه، محمد صلاح حتى لو خد دوري ابطال مع ليفربول وخد دوري مع ليفربول مش هيكون مرشح للبالون دور، لان محمد صلاح ما خدش ما عملش اي حاجه مع منتخب بلده. هتفضل دايما نقطه سلبيه لمحمد صلاح وشرحه بالنسبه لرياض. رياض اللي مرشح برده انه ياخد دوري ابطال مع فرقته مانشستر سيتي، رياض اللي مرشح ان هو ياخد دوري مع مانشستر سيتي. اللعيبه دي بتفكر في موضوع بالون دور لان اللعيبه دي وصلتنا لحته تانية. والله بجد تخيل احنا كان اخر همنا في الحياه بالنسبه لنا ان لعيب مصري او لعيب جزائري ياخد احسن لاعب في افريقيا وبس، اتميت على كده. انما لما دلوقتي بقينا بنشوف ان رياض وصلاح بقوا بينافسوا على جوائز عالميه وجوائز فرديه عشان عملوا ماتشين سيئين لازم نقعد نقطع في مسيرتهم. هي دي العقليه العربيه، طبعا هي دي العقليه العربيه، بيحبوا الكلام ده قوي. احنا بنحب نهد، احنا بنحب نهد يعني بنحب نهد جدا، ملناش اي علاقه بموضوع البناء، احنا بنهد بس. ملناش دعوه بموضوع ان في ناس تعبت، ان في ناس بقت مثل لاجيال طالعه. في ناس بقت مثال اعلى لاجيال طالعه. محمد صلاح لحد الان بيتضرب بيه المثل في قطاعات الناشئين في مصر ان محمد صلاح كان بيدفع من جيبه، ومحمد صلاح كان بيتمرمط وكان بيشقى علشان خاطر يوصل للمكانه اللي هو فيها دي. احنا بنفضل نقولها لاي ناشئ ان محمد صلاح الشهره والعالميه والمكانه اللي ما وصلش اللي وصل ليها دي ما وصلهاش بالساهل. فلما نيجي نقطع فيه لمجرد ان مباراه او مباراتين كان سيء فيها برضه حرام، وحرام برضه انك تختزل تاريخ رياض محرز كله مع منتخب الجزائر في ماتش واحد بس. وللعلم برضه لو رجعت الماتش الكاميرون الاخير هتلاقي ان رياض محرز اعلى تقييم في الملعب بالنسبه لعيبه منتخب الجزائر. بس طبعا مش ترجع للكلام ده لان انت فاهم ان رياض لازم يكون سوبر مان ولازم يكون ياخد الكره من نص الملعب لحد ما يسجل هدف. اللي هو ايه يا جماعه، احنا كنا متخانق ان هم مين فيهم فخر العرض، دلوقتي بقوا متخاذلين. مش عارف والله ولا كده، والله ما عارف، بس هي الازدواجيه بتاع المعايير بتاعتنا غير طبيعيه والله. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك وما تقوليش ان رياض سيتي غير رياض المنتخب الجزائري، عشان نفس الكلام بيتقال عندنا محمد صلاح ليفربول غير محمد صلاح منتخب مصر. فعلا بلاش نحط الموضوع كله، يعني بلاش ندي الموضوع اكبر من حجمه بكتير. اللعيبه دي هي اللي زعلانه وهي اللي مقهوره اكتر مننا، لان اللعيبه دي احلامها هي اللي اتدمرت. ممكن احنا نكون بنحلم نشوف منتخباتنا في كاس العالم، بس هم بيطمحوا ان هم يعملوا حاجه لمنتخبهم ويعملوا حاجه لنفسهم. فهم اللي حلمهم اتهد، مش انت اللي حلمك بس اتهد. فلازم تحترم الناس وتحترم مشاعرهم زي ما انت بتحاول انك تبين الناس كلها ان الدنيا وقفت بعد ماتش مصر والسنغال وماتش الجزائر والكاميرون. لازم تثبت ده للعيبه بتاعتك ان انت تدعمهم. اتمنى ابو صلاح معلش يعني تفضل غايب على التسجيل كده لحد ماتش يوم الاحد، معلش يعني ده ماتش دوري يا ابن الحلال يعني معلش يعني. بس مش عايزك تكون اسوأ تقييم في الملعب زي ماتش امبارح يعني. دي حاجه برده بتتعب الواحد نفسيا. في النهايه لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فده رايي انا في القصه اللي دايره حاليا. وهيفضل دايما القرد في عنق امه غزاله، هيفضل دايما اللعيب ابن بلدي احسن لاعب في العالم مهما اختلفنا ومهما اتفقنا، ده حقيقه ما فيهاش اي جدال. بس ده حلوه حقيقه ملهاش اي جدال، القرد في عنق امه غزاله والله لذيذ مش وحش.